ان احنا نشتغل على حاجات صغيره قوي، وعلى ان احنا نحضر كتير ونشتغل كتير مع الممثلين وبروفات كتير، ويقعدوا مع ناس حقيقيه ويشوفوا اماكن التصوير ويعيشوا الممثلين كانوا عايشين جوه الشقه اللي احنا صورنا فيها، يعني بشكل ما كانوا موجودين طول الوقت عشان يحسوا الاحساس بتاع المصور بفيلم بالترتيب، عشان الممثلين يبقوا حاسين بتتابع الفيلم وحاسين بالمشاهد. بيعملوا مشهد مثلا 22 ويعملوا المشهد اللي بعده على طول، يعني يصور المشهد ده بعدين يصور المشهد ده، فبيفضل هو الفيلم بيكبر، عارفه الفيلم بيكبر مع كل يوم. شكرا لدولار، وشكرا للشركه، وشكرا لاحمد بدوي، وشكرا ان هم مهتمين وبيقدروا حاجه يعني ممكن تكون مختلفه على الشكل التجاري الطبيعي، بس هو برضه الفيلم تجاري، وكنا قاصدين ان احنا نعمل فيلم يبقى فيه متعه عشان يعجب الناس. يعني انا مبسوط الحقيقه جدا، ومتفاجئ برد فعل الناس بشكل فظيع يعني، ومبسوط اكتر من اني كنت الحاله بتاعت الفيلم، الحاله بتاعت الصاله، انه الناس قاعده ما حدش لا بيبص في التليفون ولا حد بيتكلم ولا حد بيهزر ولا حد بيتكلم، والناس متفاعله مع الفيلم، بتضحك وبتزعل وبتتضايق ومتابعه، ولما حد بيفتح باب او بيقفل باب فالناس بتزعق له. انا يعني الحمد لله، هو دي اكتر حاجه الواحد نفسه فيها، اي مخرج نفسه ان الناس تبقى قاعده متابعه بالظبط كل فريم في الفيلم وكل كادر في الفيلم. عندي مشروعين، عندي مشروعين يعني مختلفين شويه عن بعض وغراب شويه، واحد فيهم عن داعش، ليه علاقه بداعش بشكل ما، ولي علاقه بقصه اسلام يكن اللي كان خريج جامعه امريكيه وبيروح الجيم وحياته عاديه، وفجاه تحول لشخص متطرف وراح داعش وكده. وفي نفس الوقت عندي مشروع تاني مختلف تماما برضه، فيلم كوميدي اسمه فيلم تجاري، بيتكلم عن حال السينما وبيتريق على حال السينما التجاريه.